اهلا مرحبا، انا زارا دانس، انا فنانه ورقاصه وده برنامج يلا نرقص بالعربي. احنا دلوقتي في الموسم الرابع واحنا بنتعلم الحركات الفوت ورك، شغل الرجل. النهارده احنا هنتعلم حركه اسمه العرباسك العكس. لو جاهزين يلا بينا. مرحبا، احنا اتعلمنا قبل كده في الموسم ده الحركة اسمه العرباسك، فاكراها؟ النهارده الحركة اسمه العرباسك العكس. اوكي، هي اسأل من العرباسك. ده احسن حاجة، هي اسأل من العرباسك. بس هي كمان شكلها شيك وهي حلوة قوي. اوريكوا ازاي الحركة. احنا كده بنلف ورا واحنا ماشيين قدام زي احنا عملنا في اخر حلقة. الشكل زي بعض لان احنا بنلف ورا واحنا ماشيين قدام كده. انا ماشي قدام زجزاج، واحد اثنين ثلاثة وبنلف ورا، واحد اثنين ثلاثة بنلف ورا، واحد اثنين ثلاثة بنلف ورا. اوكي، هعملك من ورا عشان تشوفها من ورا. اوكي، اوكي. احنا نبدا على جنب عشان احنا نمشي زي العرباسكة، نمشي زجزاج. اوكي، شويه زجزاج، خيلي ان في زجزاج على الارض وانت هتمشي على خط الزجزاج. رجلك قدام الجاهزه عشان نبدا الرجل اللي قدام. اوكي، انا هنعمل واحد اثنين ثلاثه زي في الاخر حلقه. على الثلاثه الرجل اللي قدام هنحط وزن عليها ونلف، والرجل اللي ورا بقت قدام. اوكي، واحد اثنين ثلاثه، الرجل اللي قدام هنحط وزن عليها ونلف ورا، والرجل اللي كانت كان ورا بقت قدام اهي. وانا احط مشط جاهزة على الزجزاج، على خط الزجزاج عشان تمشي بيها. واحد اثنين ثلاثة، لف ورا، غير الرجل اللي قدام وامشي بيها على الزجزاج. واحد اثنين ثلاثة، حطها. هي ماشية سهلة جدا زي انا ماشية. واحد اثنين ثلاثة لف، واحد اثنين ثلاثة لف، واحد اثنين ثلاثة لف. اوكي، زي انت ماشية في الشارع كده، ماشية واحد اثنين ثلاثة. اوكي، الشغل الرجل دي سهلة قوي. من الاول هنا جهزي نفسي، واحد على الزجزاج، واحد اثنين ثلاثة لف، واحد اثنين ثلاثة لف، واحد اثنين ثلاثة لف. انا عايزك تكوني واخد بالك ماشية على الزجزاج وتلف نص دايرة ورا. يعني انا ماشية كده هتلف العكس لورا وهتلف جسمي نص دايرة. واحد اثنين ثلاثة، وزني على الرجل اللي هنا وانا هتلف جسمي هنا، الف نص دايرة دايرة. وكمان وانا بلف ارفع رجلي قدام فوق عشان كده اسمه عرباسك، عشان احنا بنرفع رجلنا. العرباسك الاصلي من هنا، فاكرة احنا بنرفع رجلنا من هنا، هنا احنا كده. اوكي، ما ترفعيش كده، لا ما تحطيش هانش كده، لا هي من هنا، هنا ارفع، هنا لفنا نص دايرة على خط الزجزاج. واحد اثنين ثلاثة، لف رجلك ترفع فوق هنا، ما تعمليش كده، لا ارفع نفسك هنا فوق مستقيمة، جسمك مستقيمة، كتفك ورا، شد عضلات بطنك السفلية هنا. واحد اثنين ثلاثة، لف ورا اهي، واحد
اثنين ثلاثة هوبا، واحد اثنين ثلاثة هوبا. انت ممكن تحطي الايد مع الحركة، نفس الايد نفس الرجل. يلا نجرب الرجل والايد مع بعض، وارفع من هنا مش من هنا، مش كده، لا هي مش كده، هي هنا هنا مع الايد هنا، وتحولي ما تنزليش جسمك اللي فوق، تعمليش كده زي تمساح، لا هنا مستقيمة، رجلك اللي الايد التانية فوق هنا، رجل وايد مع بعض، واحد اثنين ثلاثة. وكمان انت سامعة الارض، انا بحط ايدي وبزق على الارض، بزق على الارض، بزق على الارض، بزق على الارض مع بعض، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، العكس الثانية، الرجل الثانية، واحد اثنين زق على الأرض، ثلاثة امسكي هنا، أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. أوكي نعمل أربعة أربعة، كمان ركزي في المراية، لازم تكوني مستقيمة، انتي جسمك مستقيمة، انتي واقفة كويس، اقفي كويس يعني، واحدة واحد اثنين ثلاثة أربعة ثانية، واحد اثنين ثلاثة أربعة. اوكي جاهزين؟ هنا واحد اثنين ثلاثة، لف ارفع ايدك وارفع رجلك، جاهزي، واحد اثنين ثلاثة، لف ورا، لف ارفع رجلك، هوبا شد عضلات بطنك السفلية، واحد اثنين ثلاثة، لف انت ركز من الاول هنا، هوبا واحد اثنين ثلاثة، لف اثنين ثلاثة، لف واحد اثنين ثلاثة، لف واحد اثنين ثلاثة. أنا ببص من ورا، أنا ببص على الاتجاه اللي أنا راح أمشي فيه، لو أنا ماشية كده في الزجزاج أنا مش ببص كده، وأنا ماشية في الزجزاج كده ببص كده، دي بيخليك سهلة في الحركة. من ورا تعملي معايا، جهزي نفسك، حط الزجزاج على الأرض اهي، ارفع نفسك فوق، واحد اثنين ثلاثة، لفي ورا، 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 واحد اثنين ثلاثة. اوكي نحاول نحط الحركة ده مع الحركات اللي احنا تعلمنا قبل كده. اوكي احنا نبدا بالارابيسك العكس. اوكي نرفع، واحد اثنين ثلاثة، نلف قبل نعمل الثانية، نعمل موجة موجة جنب وجنب، حط رجلك مكانها ونكمل الارابيسك العكس، واحد اثنين ثلاثة، نلف و موجة موجة جنب وجنب، كملي الأرابيسك، واحد اثنين ثلاثة، لف ورا وموجة، واحد اثنين ثلاثة، جنب وجنب، حط رجلك مكانها وكملي على الأرابيسك العكس، واحد اثنين ثلاثة، موجة موجة جنب جنب، كملي، واحد اثنين ثلاثة، موجة موجة جنب وجنب، كملي، واحد ثلاثة، موجة موجة جنب وجنب، كملي، واحد اثنين ثلاثة، من ورق مع بعض اهي، انا هنا
ماشي نبدأ مع بعض. عربسك. اوكي عربسك العكس. اوكي واحد اثنين ثلاثة لف موجة موجة جنب وجنب نبدأ بالعربسك. واحد اثنين ثلاثة لف موجة موجة جنب وجنب ابدأ. واحد اثنين ثلاثة موجة موجة جنب جنب عربسك. واحد اثنين ثلاثة موجة موجة جنب جنب ابدأ. واحد اثنين ثلاثة موجة موجة جنب جنب ابدأ. واحد اثنين ثلاثة موجة موجة جنب جنب ابدأ. يلا مع بعض من ورا. اوكي نبدأ عربسك. واحد اثنين ثلاثة لف موجة موجة جنب جنب. عربسك العكس. واحد اثنين ثلاثة لف موجة موجة جنب وجنب. عربسك العكس. واحد اثنين ثلاثة لف موجة موجة جنب وجنب. عربسك العكس. واحد اثنين ثلاثة موجة موجة جنب وجنب. من قدام عشان تشوف شكلها ايه نبدأ اهي. عربسك العكس. واحد اثنين ثلاثة لف موجة موجة جنب وجنب. عربسك العكس. موجة موجة جنب وجنب ابدأ العربسك. واحد اثنين ثلاثة موجة موجة جنب وجنب. هنبدأ العربسك. واحد اثنين ثلاثة موجة موجة جنب وجنب. أتمنى يكون عجبكم الفيديو. ما تنسوش تدوسوا على اللايك وسبسكرايب. وكمان أنا عايز أعرف إيه رأيكم في الحركات بتاعت النهاردة. لما عملتوها كانت سهلة ولا صعبة؟ اكتبولي في الكومنتات تحت.